تخيلوا الراجل كان بينام مع مراته 4 أيام وهي ميتة، وانا يا عم خلصتك عليها ولا من شاف ولا من دين. جات له حط المخدة على وش، راح مسك المخدة وفضل كاتب عليها لغاية ما موتها. ميت على سريره في اوضه النوم ينام جنبيها 1، 2، 3، 4. اهلا بكم، اهلا بكل مشاهدي قناة ساعة مع حنفي، قناة خصصناها بالكامل لعالم الجريمة، لكن بنقدم النصيحة، بنقدم العزة، واهم درس بنحرص عليه ان احنا لازم نتعلم من اخطاء غيرنا. تعال نشوف الجريمة دي اللي حصلت في منطقة اسمها كفر هلال، قرية تبع مركز بركة السبع، محافظة المنوفية. احنا عارفين القرية يعني عادات وتقاليد، يعني الناس عارفة بعضيها، يعني فلان عارف فلانة وعارف مين ابوها وعارف مين امها وعارف مين اخواتها، يمكن لسبع جد. كل القرى كده، تلقى الفرح بيبقى فرح للقرية كلها، الميتم بيبقى عزة للناس كلها. استحالة في القرية المصرية تلقى فرح وميتم في شارع واحد، ما تحصلش. لسه القرية المصرية بتحتفظ بعاداتها وتقاليدها، الحاجات الجميلة اللي الناس بتجامل بعض وتشاطر بعض الأحزان. لو حد عنده فرح وفي ميتم، الفرح يتأجل والجوازة كلها تتأجل، ومفيش حد يقدر يزغرط ولا يعمل كلاكسات ولا يشغل دي جي وفي جنبه جاره عنده موتة، لا يمكن. كل لدرجة ان بعد 40 يوم بيروح اهل العروسة ولا اهل العريس لأهل المتوفي يقول له بعد اذنك، يعني 40 يوم فاتوا وعايزين نفرح البنت وعايزين نفرح الولد، واحنا بنستأذنكم، ممكن بس نجيب لهم يعني دي جي وعربية والعيال يفرحوا، واحنا جايين نستأذنكم. فالناس بيوافقوا جبران للخاطر، كل الناس في القرية كده. طيب تعالوا نشوف اللي حصل في قرية كفر هلال. الزوج اسمه هشام والزوجة اسمها نعمات، متجوزين زي اي اتنين، لكن من وقت للتاني زي اي اتنين متجوزين بتحصل مشاكل وخناقات بينهم، ده شيء طبيعي جدا بين اي اتنين متجوزين. ما هو الحياة مش عسل على طول، لازم شوية كده شوية حلو وشوية مر. الخلافات زادت بين هشام وبين نعمات. طب هو عايز يتجوز وما عندوش امكانيات يفتح بيت بالتاني، فهو عايز يخلص من نعمات ويقعد في الشقة بالفرش ويتجوز عروسة على مزاجه يشبع بيها غريزه. ونعمات قاعدة له في البيت بتقول يوم ما هتطلعني هشكيك بالنفقة وبالقايمة وبالمؤخر وهسجنك. طب هو يعمل ايه؟ لو طلقها هيتخرب بيته، وهو عايز يتجوز ومش قادر يفتح بيت تاني. الشقة اصبحت دلوقتي اللي عنده شقة هي الرقم المجهول في اي علاقة. عندك شقة ممكن تتجوز، ما عندكش شقة مفيش حد هيوافق ابدا ان يديك بنته. فشي طبيعي هو في دماغه ان هو عايز يتجوز وعايز يخلص من نعمات. نعمات عاملة زي ما تكون الشوكة اللي في الحلق، لا عارف يبلع اللقمة ولا عارف يشرب مية، ومش هينفع يشرب مية وياكل لقمة غير لما يشيل الشوكة. فليه واحد جاره بيقول له طب وبعدين اعمل ايه في مراتي دي؟ لا انا قادر اطلقها هتخرب بيتي، ولا قادر اتجوز عشان ما عنديش امكانيات افتح بيت تاني. قال له يا عم تخلص منها. قال له اخلص منها ازاي؟ قال له طب لو خلصتك منها تديني كام؟ قال له اللي تقول عليه. قال له خلاص ليك عليا، انا هخلص لك عليها، انت اثبت ان انت في الشغل وخلي الناس كلها تشوفك وتتاكد ان انت في الشغل، وانا يا عم اخلص لك عليها ولا من شاف ولا من دين، بس المهم تقبضني بمبلغ محترم. قال له مش كبير قوي يعني، انت عارف ان انا امكانياتي على جدي. قال له انا مزنوق، مفيش مشكله، اللي معاك هات وربنا يسهل. شوف العزومه في القتل دي. وفعلا الراجل اتفق على يوم مع صاحبه واعطاله مفتاح الشقه وقال له ادخل خلص عليها وانا هكون في الشغله. صاحبه راح دخل الشقه مسك الست قعدت تزعج، راح كتم نفسها. الراجل لما شاف الست روحها بتطلع خاف وتتعب، قال لك لا لا لا، وراح سايبها وراح ماشي. واتصل بالزوج قال له انا يا عم لا يا عم انا ما قدرتش اموتها وصعبت علي، انا قفلت باب ومشيت. الزوج اثبت وجوده في الشغل اهو. روح اخر النهار لقى مراته تعبانه زي ما بتقول مالك مالك، قال له في واحد ملثم دخل عليا كتم نفسه. قال لها كتم نفسك ازاي؟ جات له حط المخده على وش، راح مسك المخده وفضل كاتم عليها لغايه ما موتها. يعني الزوج كمل اللي عمله صاحبه، قتلها
طب دلوقتي هيعمل ايه؟ هيشيل الجثة ويطلعها بره؟ هو كان المفروض واللي كان رسمه انه صاحبه هيقتلها ويسيب الباب مفتوح، يجي هو يلقى الباب مفتوح يزعق ويقول مراتي مراتي، كل الخطة دي باظت. طب دلوقتي هو موتها، طب يعمل ايه؟ واثار الكتم على وشها باين انا مخنوق. فضل على كام يوم بقى؟ كل يوم يوم اتنين تلاتة اربع ايام ينزل الشغل الصبح، يروح الشغل يجي يفطر وينام جنبيها وهي ميتة، ميت على سريره في اوضه النوم، ينام جنبيها يوم اتنين تلاتة اربع. واللي سهل له في كده ان الجو برد، احنا في شتاء، فالجثة ما طلعتش منها ريح. اما انكشفت الجريمة ازاي؟ تعالوا انكم انكشفت ازاي بس بعد ما ادعوكم للاشتراك في قناة ساعة مع حنفي، تفعيل الجرس ليصلكم الاشعار وقت ازالة الحلقة. اللي حصل ان الست دي لها ابن موظف في القاهرة. الولد يتصل على تليفون ابوه، كل ما يتصل يقول له فين امي؟ يقول له ده عند الجيران. فين امي؟ ده نزلت تجيب حاجة. يا بابا طب برن عليها تليفونها، تليفونها مغلق على طول، تليفونها عطلان. يوم اتنين تلاتة اربع الوقت جلج على امه، كل ما يسأل ابوه يقول له امك في السوق، امك عند اهلها، امك هنا، امك هنا، امك عند الجيران، الوقت جلج على امه. الولد راح تاني يوم على طول بعد اتصل بابوه، وابوه برضو تحجج له لدرجة الوقت كان بيتصل بابوه الساعة 11 12 في الليل يقول له امك نايم، صحيها يا باي، لا مش صحية، امك تعبانة اليوم كله. الوقت جلج، راح خد قطر ونزل تاني يوم على البلد. ابوه في الشغل، الوقت كان الساعة 11 جوه البلد. الواد معاه مفتاح الشقه، دخل يا ماما يا ماما يا ماما، دخل لقاها نايمه على السرير بيصحي فيها، لقاها ده ما تبقى لها اربع ايام منفوخه. تخيلوا الراجل كان بينام مع مراته اربع ايام وهي ميته، اربع ايام وهي بينام جنبيها. يعني الواد بيقول الغطا بتاع ابويا لسه موجود على السرير بدفاه، يعني ابوه كان نايم جنب امه وهو موتها من اربع ايام، وكل يوم بيفكر ازاي يطلع الجثه يتخلص منها. أربع أيام، شوف شوف لما واحد ينام جنب واحدة قاتلها أربع أيام. أربع أيام بياكل وبينام بيفطر ويتغدى ويتعشى ويتفرج على التلفزيون ويشرب شاي ويدخل ينام جنب واحدة هو قاتلها أربع أيام. الولد شاف كده طبعًا ما اتصلش بأبوه، راح متصل بالشرطة على طول. الشرطة جت إيه يا ابني؟ قال له ما أنا مش عارف. أدي جثة أمي وأنا بتصل بأبويا يقول لي مش موجودة على طول. توجهت قوة الى الزوج، ايه اللي حصل؟ ما اعرفش حاجة، مراتك ميتة بقولها اكتر من اربع ايام، ده منتفخ. ابتدى الزوج يعترف انا قتلتها، خلافات بيني وبينها ما بتنتهيش، على طول مصدعاني، هتطلقني، هحبسك بالقايمة، هحبسك بالنفقة، انا حضنة وانا عندي الشقة هاخدها انا وانا، وانا كنت عايز اشوف حياتي وعايز اعيش ليومين واتجوز واتهنى بدل ما واحدة طول عمرها منكد عليا، وفي الاخر اتفقت مع واحد صاحبي خاف ينفذ الجريمة فانا اللي نفذتها وانا اللي موتها وخنقتها، لكن ما عرفتش اطلع الجثة واروح ارميها في اي مكان، فانا كنت خايف فقعدت معاها اربع ايام وانا بفكر ازاي اتخلص منها ومش عارف. تخيلوا الزوج يعمل كده في زوجة عشرة اكتر من عشرين سنة. ليه؟ هو ده الزواج اللي مودة ورحمة؟ اعترفت تفصيلية وهو الان في انتظار محاكمة. نتمنى ان يكون الحكم راضع. يا جماعة السجن عمره ما يكون اهون من انك تطلق مراتك. طلقها يا اخي، ده مش طيار، مش قادر تطلقها، خلاص سيبك موضوع الجواز وعيش لوحديك وكانها مش موجوده، لكن تضيع نفسك ليه وتقتل ليه؟ لكن انا اقول ايه؟ لله الامر من قبل ومن بعد. اشكركم.